نبلش يلا اكشن. اوكي كاش كاش اخبر كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبر كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان. طول رمضان كل اللغات من مدينه لمدينه بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي. يلا يا النبان فوزوا ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان مرفحان رفحان. كاش كاش اخفض كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش you want بالباوند get your cash تبي بدينا اخفض كاش كاش مع النبهان. رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان. أجواء المسابقات والمعلومات من مول العاصمة، ومثل ما أنتم شايفين ما شاء الله في الأيام الماضية كان في تفاعل كبير ما شاء الله كما هو العادة ولله الحمد للموسم السادس، وإن شاء الله نوعدكم أن دائما تكون معلوماتنا متجددة ومميزة دائما في كاش مع النبهان. نروح معاكم ونعيش أجواءنا اليوم في حلقة اليوم في كاش مع النبهان. كاش كاش اخبر كاش مع النبهان بوديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبر كاش مع النبهان بوديكم من مكان الى مكان. طول رمضان شو معلوماتكم؟ لا سيئة جدا سيئة جدا جدا. توتر الوضع حماس اول مرة اظهر على شاشة التلفزيون الرايد. ها جاهزين؟ اي جاهزين شكله مو جاهزين مستمرين معكم مشاهدينا الكرام واجواء مول العاصمة ومعنا الخوات. مساء الخير. مساء النور. يا هلا شو اخباركم؟ الحمد لله تمام. شو معلوماتكم؟ يعني زينة. تفضلي. هذه 120 دينار عديهم على السريع. 20 40 60 80 100 كم؟ أدي أنت بالبنك. هي اللي بالبنك تعرف. إيه هذا شكله وايد عليها خصومات البنكات. يلا بسم الله. ثلاث بطاقات نختار من هالبطاقات بطاقة. قول بسم الله وشيء. أوسطها ما أدري. بنكر وومن ها؟ يس يس أوكي. جاهزين؟ إيه. شو معلوماتكم؟ زينة زينة الحمد لله إن شاء الله زينة. شنو؟ شنو؟ الفلوس هني. الفلوس هني الفن هني. فن هني فنانة ها؟ مدرسة؟ مدرسة. مدرسة ما شاء الله. يلا قول بسم الله. بسم الله. السؤال الأول يقول في أي قارة يوجد نهر الأمازون؟ قارة. في أي قارة؟ أي قارة؟ أي قارة؟ يوجد نهر الأمازون. اختيارات ولا ما تبون اختيارات؟ اختيارات. اختيارات. بس أبي منكم شغلة إذا فكرتوا تفكرون صوت عالي عشان مشاهدنا الكريم يستفيد. لأن في ناس الحين قاعد بيحلون وياكم. أوكي؟ في أي قارة يوجد نهر الأمازون؟ أمريكا الشمالية، آسيا، أمريكا الجنوبية. أمريكا الشمالية، آسيا، أمريكا الجنوبية. أكيد يا أمريكا الجنوبية. لا فكر بصوت عالي. يا أمريكا الجنوبية أو شمالية. شمالية. يا الشمالية يا الجنوبية. الأمازون. أمازون. الأمازون صاير. يلا جنوب ولا شمال؟ شمال شمال أحس. ها. ها. شمال. 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 أمريكا الشمالية. شمالية أكيد. قولي كاش أمريكا الشمالية. ني. كاش أمريكا الشمالية. غلط. أعطينا عشرين في أمريكا الجنوبية. لا 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 واضحة بعد. جنوب. السؤال الثاني يقول الإجابة جنوبية. جنوب. أمريكا الجنوبية. أقع نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية. سؤال ثاني شوكم بالكرة؟ لا أمل. لا أمل. ألو سؤال سهل 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 مال. كم منتخب شارك في أول بطولة كاس عالم؟ أول منتخب؟ كم منتخب شاركوا في بطولة كأس العالم؟ أول بطولة كأس العالم. زين. 10 11 13 وفي أيامها كانوا المنتخبات اللي تلعب في كأس العالم قليلة. 10 قولي كاش 10 كاش 10 غلط. 13 منتخب شارك في أول بطولة كأس عالم. سؤال يقول من القائل؟ من القائل؟ من القائل وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة؟ نعرف هالقائل نعرف المثل بس ما نعرف القائل حكمة نعرفها بس القائل منو؟ اختيارات. يلا اختيارات. نابليون بونابارت، الحافظ إبراهيم، شكسبير.
وراء كل رجل عظيم شنو؟ شكسبير. 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 اي شكسبير هو اللي قال. ايه اكيد. شكسبير. قولوا كاش شكسبير. يلا قولي. قولي. شكسبير. شككتني. كاش يلا كاش شكسبير. شكسبير غلط. يلا يلا. دفعي دفعي انا اقول اعطيه 20. بونابارت. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. اخر سؤال. لا تاخذ وايد منه عشان نغطيها. اخر سؤال بستين دينار سهل جدا. يلا ان شاء الله سهل. عملة الجزائر. وي ما هي عملة الجزائر؟ ما في اختيارات. يلا عملة الجزائر. واحد اثنين ثلاثة في عد في عد ترازلي. ستين دينار ما هي عملة الجزائر؟ دينار. دينار اكيد. اوكي قولي. دينار. دينار قولي. كاش دينار. مستحيل. ها قولي. كاش دينار اكيد. لا عملة الجزائر. لا ها ما ادري. ما في اختيارات. لا زين العد حدنا كم ثانية بس خلص العد. بس خلص العد. يا دينار. ها دينار ما ادري يعني. قولي كاش دينار. يلا قولي كاش دينار. قولي ربحنا 60 دينار. ربحنا 60 دينار. صح 60 ودينار هي عملة الجزائر. عليكم بالعافية. سراي للعطور كل الشكر لهم يقدمون لكم هذا العطر. شكرا. سراي دائما متسيد بين العطور. ثيرتيتو لطب الأسنان يقدمون لكم كوبون ومستلزمات. شكرا. للأسنان. عليكم بالعافية. صوم لايت مشروب صحي ومميز. بيضون كل الشكر لبيضون طبعا. هذه ساعة شوف منو فيكم يحب الساعات. يعطيكم العافية. وسرابيل كل الشكر لهم. هذه هدية لازم تعطونها حق أحد. إن شاء الله. من سرابيل كل الشكر لسرابيل كلينك. هذه عاد هدية يعني نسائية. مركز تجميل كلينك. مركز طبي مميز. كوبون ومستلزمات للتجميل. شكرا. استفدت ولا لا؟ حيل استفدنا الحمد لله. قولوا استفدنا في كاش مع النبهان. استفدنا في كاش مع النبهان. يعطيكم العافية. شكرا. نعم تبخير. شكرا. اربحوا معنا 60 دينار مستمرين معكم في كاش مع النبهان. يعقوب استاشل بيضة حركات مصيف وياي. هياك تعال يعقوب. جدام جدام جدام. يلا ابو يوسف جدام. انت لازم اول واحد فيهم. شو معلوماتكم؟ يعني زينة ولا زوينة ولا شنو؟ لا يعني. بسم الله. جاهزين؟ جاهزين. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام وأجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا العائلة. مساء الخير. مساء النور. يعني. كل عام أنت بخير. وأنت بصحة. تمام. تمام الحمد لله. مدام شونك؟ تمام الحمد لله. بلشتوا تسوق ولا لحين؟ لا للحين ما بلشت. حلو. يلا تفضل يا طويلة العمر. هذه 120 دينار. أنت كنا معلوماتها زينة. اوه وايد. لا زين. بس التوتر هذا يروح ترى قدام الكاميرا بعد اول سؤال. اوكي ان شاء الله. مقتنع ولا مو مقتنع؟ راح نجرب. قول نجرب. ان شاء الله ان شاء الله. يلا نشكر كل سبونسراتنا في كاش مع النبهان. نختار من هالبطاقات بطاقه. منو فيكم راح يختار؟ يلا تفضلي. واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ يلا تفضل. اي واحده اللي فوق؟ لا اللي بالنص. اوكي يلا قول بسم الله. بسم الله. سؤال جدا سهل. حلو. هذا راح يشيل التوتر. يلا كل شيء. سؤال يقول ماذا كانت تسمى ناقة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ماذا كانت تسمى ناقة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ طبعا هي تبي تقول لي اختيارات صح؟ تبي صح. اختيارات. اوكي. الحمراء القصواء الطوارق. الحمراء القصواء الطوارق. ها شو تقولي؟ الحمراء. الحمراء. وانت ثاني واحدة شنو؟ ارفع المايكروفون. ثاني واحدة شنو؟ القصواء. اتوقع هذا. اتوقع اي. ها وانت؟ الحمراء. الحمراء. وانت؟ القصواء. قصواء اي. قول القصواء. القصواء. كاش القصواء. قول كاش القصواء. كاش القصواء. بما ان انا قلت لك انت قول معناته انت شنو؟ صح. صح. القصواء هي ناقة. مبروك عليك الكاش. عليه افضل الصلاة والسلام. حلوين ماشيين صح. السؤال الثاني يقول اين توجد جزر القمر؟ جزر القمر وين توجد؟ في
المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، المحيط الهادي. أين توجد جزر القمر؟ دولة عربية على فكرة. معلومة حق اللي ما يعرف مشاهدينا الكرام، هي دولة عربية. وين؟ ها؟ مرة ثانية عيدها؟ محيط الأطلسي. إيه؟ محيط الهندي ولا المحيط الهادي؟ يلا شو تفكرون فيه بس؟ محيط الهادي. أنت شو تفكر؟ المحيط الهادي المدام تقول، أنت شو تفكر فيه؟ محيط الأطلسي أتوقع. الأطلسي. أيوة. حلو. لا أنت صدني. عشان أنا أختار منكم، فأنت كل واحد يعطيني إجابة. لا. الحين أنا شنو راح أصير شاطر؟ راح أقول لكم ثبتوا على الإجابة. يلا. مر عليكم المعلومة؟ يعني أنا أدري إن هي أوروبا مو. لا. صح؟ لا مو بأوروبا. جزر القمر. لكن هاي ال الهندي. الهندي. أكيد. إيه. مدام. الهندي. أنا لأنه هو تحليل منطقي وصاد القارة. فصاد البحر، فنقول له إجابتك شنو؟ غلط؟ لا المحيط الهندي تقع جزر القمر. صح بالضبط في المحيط الهندي، لأن إذا عرفت القارة راح تعرف شنو وين مكانها. صح عشان لا بالجغرافيا يعرف كل شيء. زين ما شاء الله كل شيء زين. يلا السؤال يقول، شايفين أكيد فيلم تايتانيك صح ولا لا؟ صحيح. يعني شفناه يمكن بأكثر من مرة، أكثر من مرة، بأكثر من شكل، بأكثر من إنتاج، وعشنا مع هالقصة، قصة مشهورة. سؤال يقول، كم يبلغ عدد الناجين من سفينة التايتانيك؟ في كانوا ناس نجوا من غرق السفينة. طبعا العدد كان كبير اللي غرقوا، بس اللي نجوا، اللي غرقوا أتوقع هو 1517 1516. اللي نجوا كم عدد الناجين من غرق السفينة؟ اختيارات. ايه اختيارات. ايه من اكيد. ايه زين. 506 اشخاص، 606 اشخاص، 706 اشخاص نجوا. طبعا تقريبي، ممكن يكون زايد عدد، زايد رقم ناقص رقم، بس هذا اللي مثبت. يعني 506 اشخاص نجوا، 606 اشخاص نجوا، 706. اول شيء انت شفت الفيلم؟ شايف شفته قبل فتره. بعد قبل فتره. لا المفروض حافظ. يعني اتوقع 506. 506. ايوه مدام. 706. 706. يلا اتفقوا. كم نثبت؟ 506، 606، 706. ماذا نقول؟ هل يمكن 606؟ عطها المايك. 606. يلا نثبت آخر شيء، قولوا كاش والاختيار اللي تبونه. كاش 606. أكيد. خلاص. قول كاش 600. كاش 606. غلط. هي 706. كنتي صح أنت، كنتي ماشية بس شنو؟ ممكن 20. ناخذ 20. السؤال الأخير بكم؟ 60 دينار ولا يوجد اختيارات. جاهزين؟ جاهزين. سؤال يقول، ما هي عاصمة أرمينيا؟ ما هي رايحين أرمينيا ولا لا؟ لا مرايحين أرمينيا. ما هي عاصمة أرمينيا؟ 60 دينار كويتي ولا يوجد اختيارات. يلا بعد لكم ليش ستة بعد. هذا السؤال ما في اختيارات ونصير فيه سريعين، وبعض الأحيان عطني شيء قريب. ما في صعبة، مو صعبة لا، يعني ما في شيء أعرفه قريب لها. يلا 1 2 3 4 5 6. ما ادري. اعطينا 60. لا 60 الحين ما خلصنا لقاء. ما خلصنا. تايل كنا. هي يرفان عاصمه ارمينيا. معلومه. معلومه. معلومه زينه. الحمد لله. عشان رحتوا ارمينيا شنو؟ يرفان. يرفان. عشان اذا رحتوا ان شاء الله تعرفون هالمعلومه. ما خلصنا. سراي للعطور كل الشكر لهم، مقدمين لكم هذا العطر. تفضل يا مدام، على شو العافية. و 32 لطب الأسنان يقدمون لكم كوبون ومجموعة من مستلزمات يعقوب ساعدهم. شاطر. أيوة. وصوم لايت طبعا هذا مشروب طاقة، يقدمون لكم كوبون ومجموعة من المشروب. بتقدر تجربه الحين، هذا مشروب ترى مميز حق الداي ومشروب صحي. عليك العافية. مشكور. مشكورين. تلبس تشاديش ولا لا؟ ايه. سرابيل طبعا كل الشكر لهم، مقدمين لكم هذه قطعة الخام. عاد انت هذه خاصة لك الهدية. عليك بالعافية.
بيضون كل الشكر لهم ساعة عاد هاي شكلها نسائية علاش بالعافية مدام. وكلينيك طبعا مركز مميز للتجميل كوبون ومستلزمات تجميل وكل عام وانت بخير وانت بصحة العافية شكرا لكم ما قصر يعطيكم العافية ربحوا معنا 40 دينار مستمرين معكم في كاش مع النبهان نطلع فاصل ونرد مع النبهان نطلع فاصل ونرد مع النبهان عدنا بعد الفاصل مع النبهان عدنا بعد الفاصل مع النبهان شلونكم تمام؟ الحمد لله كلنا طيب شلون معلوماتكم؟ ان شاء الله تمام زينة ان شاء الله يا رب عارفين نظامنا احنا متابعين البرنامج شنو معلوماتكم زينة فيه؟ كل شيء ان شاء الله معلومات عامة معلومات عامة ان شاء الله كل شيء داير؟ جاهزين ها؟ مستمرين معكم مشاهدينا الكرام واجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا العائلة مساء الخير مساء النور يا هلا يا هلا حياكم الله حياك الله اخباركم تمام؟ الحمد لله تمام ان شاء الله شلونك في المسابقات يقولون زينة؟ الحمد لله زين يلا تفضل يا طويلة العمر اجيهم على السريع 120 20 40 60 80 100 120 120 كاش 120 كاش قولي ان شاء الله تاخذين كلهم ان شاء الله اخذهم ان شاء الله استاهلون يلا هذه بطاقاتنا واحد اثنين ثلاثة إلى أين نتجه؟ واحد واحد يلا واحد واحد نشكر كل سبونسراتنا في كاش مع النبهان نبلش قول بسم الله بسم الله حلو السؤال الأول يقول أين يقع الكهف الذي ذكرت قصته في القرآن الكريم؟ أين يقع الكهف الذي ذكرت قصته في القرآن الكريم في سورة الكهف؟ اختيارات أكيد خيارات تركيا الأردن ولا اليمن؟ تركيا الأردن ولا اليمن؟ شو تفكرون فيه عشان بس المشاهدين يستفيدون؟ خلنا نسمع شو تفكرين فيه. اليمن. اليمن. وأنت؟ والله بين اليمن والأردن. بين اليمن. لأن أعتقد غالباً فيها كهوف. صحيح. إيه. يلا نستبعد تركيا ساعدكم. أنا إذا أنتم تحللون أنا ساعدكم. أستبعد لكم تركيا إذا متبقي عندنا اليمن والأردن نختار هل نذهب إلى المملكة الهاشمية الأردنية ولا نذهب إلى اليمن السعيد؟ وين؟ شايش الأردن؟ اليمن. اليمن. عطى المايك. اليمن. اليمن. أكيد. واثقة. إن شاء الله. ها شو تقول أنت؟ اليمن إن شاء الله. قولوا كاش اليمن. كاش اليمن. أكيد. إن شاء الله أكيد. غلط. هي الأردن. عطينا 20 ما عليه. أنا حذفت لكم واحدة. صح ولا لا؟ يلا ما عليه ما عليه ما عليه. يلا السؤال الثاني إن شاء الله. السؤال الثاني سؤال طبي ومعلومة لكم ولمشاهدينا الكرام. سؤال يقول كم طول الأمعاء الدقيقة؟ تقريبا في جسم الإنسان كم طول الأمعاء الدقيقة تقريبا في جسم الإنسان 3 أمتار 6 أمتار 11 متر 6 6 6 سامع المعلومة عطى المايك سامع المعلومة حلو بس ثاني مرة الأمعاء الدقيقة صح الأمعاء الدقيقة وليست الغليظة كنا 11 مرة ثانية أعتقد 6 تعتقدين 6 سامعتها مرة علي هل تثق بمعلوماتها؟ إن شاء الله واثق بالمعلومات بس هاي عطها المايك قولي كاش 6 كاش 6 صح تقريبا 6 أمتار مبروك عليك الكاش الأمعاء الدقيقة في جسم الإنسان حلوين هذا أول 20 دينار يلا الحمد لله هي تعرف المعلومة سنت شنو؟ يبي لكم شوي بس رهبة الكاميرا أول سؤال أعتقد رهبة الكاميرا يلا سؤال الثالث يقول شلونكم بالرياضة؟ إن شاء الله ممتاز. زين شو تشجعون؟ لنتر. لنتر. أوه تراوي. يلا. سؤال يقول من هو الحكم العربي الذي قاد مباراة نهائي كأس العالم؟ من هو أول حكم عربي قاد نهائي كأس العالم؟ أي نهائي؟ برازيل وفرنسا يلا 98 أكثر من شيء في اختيارات ولا لا؟ في اختيارات الكابتن جمال الشريف الكابتن الكويتي سعد كميل الكابتن المغربي سعيد بالقولة المغربي سعيد بالقولة سعيد أنا أقول المغربي متأكد إن شاء الله مغربي متأكد أي. بين منو منو كانت؟ برازيل وفرنسا برازيل وفرنسا حكم المغربي إن شاء الله 98 معلوماتكم زينة من شلون عرفتها؟ لا الرياضة عندي إن شاء الله. إن شاء الله صح. أكيد. إن شاء الله أكيد. قولوا سعيد بالقولة. سعيد بالقولة إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله أكيد. سعد كميل شنو حكم؟
حكم الثالث والرابع ايضا شرفنا حكم مو النهائي طبعا ايه؟ سعد كميل في بطوله من بطولات حكم الثالث والرابع في اي سنه 2002 قولوا سعيد بالقوله كاش كاش سعيد بالقوله صح هو الحكم الدولي المغربي العربي سعيد بالقوله اول من حكم نهائي من حكامنا العرب حلوين السؤال الرابع كم 60 سؤال سهل جدا 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 ما في اختيارات طبعا شوف انا قاعد اسوي لك سيمفونيه بالجدا سؤال يقول ما هي اكبر امبراطوريه في التاريخ امبراطوريه وراح اعد لي سته واسحب ال 60 دينار اكبر امبراطوريه اكبر امبراطوريه عاشت وعملت وفعلت وسوت واحتلت وتملكت كل شيء مشهوره ومعروفه واحد عثمانيه اثنين ثلاثه شو تفكرون فيه والله قاعد افكر بالعثمانيه اربعه خمسه سته قولوا الاجابه الامبراطوريه كاش الامبراطوريه العثمانيه اكيد ان شاء الله اكيد غلط هي المغوليه انت وصلت عثمانيه والمغوليه ويا بعض اعطونا 60 60 بعد 20 ما عليك ما عليه بس معلوماتكم زينه وسراي للعطور ما خلصنا مستمرين شو ربحتوا 40 بس للامانه معلوماتكم زينه ترى بس اسئلتكم شويها ممكن يعني الكاميرا شويه ارتبكنا ايه اكيد ايه. انت قربت يعني العثمانيه متاثرين احنا ارطغرل شايف ارطغرل اكيد ما يحتاج ايه تسال محول على المغول ولا يلا سراي للعطور كل الشكر لهم يقدمون لكم هذه الهدية عليكم بألف ألف عافية 32 لطب الأسنان يقدمون لكم كوبون ومجموعة من مستلزمات الأسنان صوم لايت كوبون وشراب مميز طبعا حق الرياضيين وحق الدايت سرابيل كل الشكر لهم يقدمون لكم هذه قطعة الخام هذه طبعا خصيصا لك عليك العافية وهذه ساعة من بيضون حق المدام عليك بألف ألف عافية ومركز تجميل كلينيك يقدمون لك ايضا كوبون ومجموعه من مستلزمات التجميل كل عام وانت بخير وانت بخير يا رب الله يعطيكم العافيه تسلم ما قصرت ربحوا معنا 40 دينار مستمرين معكم في كاش معنا نطلع فاصل ونرد مع النبان نطلع فاصل ونرد مع النبان عدنا بعد الفاصل مع النبان عدنا بعد الفاصل مع النبان شلون معلومات؟ تمام زينه ولا مو زينه؟ ها شلون هذا؟ راح الارتباك؟ شطفتوا انت يعني السؤال والله اموركم طيبه يلا ما عليه حياكم الله يا هلا مع السلامه وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقه من حلقات برنامجكم كاش مع النبهان مثل ما شفتوا اجوانا اجواء المعلومات واجواء المسابقات نقول مبروك لكل من ربح معانا اليوم ونقول لمشاهدينا خلف الشاشة نتمنى يكونون استفادوا من معلوماتنا اللي نختارها لكم بعناية ونحاول نحن نقدمها في أسلوبنا في كاش مع النبهان كالعادة نقول لكم دائما كاش مع النبهان كل عام وانتم بخير مع السلامة كاش كاش اخبر كاش مع النبهان بوديكم من مكان لمكان كاش كاش اخبر كاش مع النبهان بوديكم من مكان لمكان طول رمضان كل اللغات من مدينة لمدينة بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي يلا يا النبهان فوزوا ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان هم ربحان ربحان كاش كاش اخذ كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان عاوز بالجنيه اكسب كاش يو وانت بالباوند جيت يور كاش تبي بالدينار اخبط كاش 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 مع النبهان